فالك ببالك مع رئيفة المصري. رفقاتنا وحبايبنا بفالك ببالك، كيفكن اليوم؟ اشتقنا لكم مثل كل سبت الساعة 12 الظهر معنا ضيف جديد، واليوم ضيفنا كاتب ساخر، كاتب من مواليد مدينة معرة مصرين، مظبوط؟ ايه بمحافظة إدلب، خطيب بدلي. أهلا وسهلا فيك، اهلا اهلا نورتنا اليوم. اهلا يا رئيفة، بعد زمان بعد زمان ما هيك؟ احنا التقينا مرة بسوريا، كنت عاملة برنامج بعتقد. مظبوط، كنا بإذاعة خاصة بسوريا بدمشق، كانت ببدايات الثورة، أول كم شهر فيها بال2011. نعم، وكنت حضرتك عامل برنامج عن فيروز مع السيدة منى واصف، وكنا يا عم سلام، نعمل لقاء لنغطي هذا الموضوع. ذاكرتك قوية. خلوني أخبركم شوي عن أديبنا خطيب بدلي، وبعدين بنبتدي حواراتنا بالطريقة اللي أنتم كلكم صرتوا بتعرفوها. هو هي القرية أو المدينة معرة مصرين في محافظة إدلب، هو من مواليد عام 1952، بيحمل شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية من جامعة حلب سنة 1976، عنده مجموعات قصصية وكتب ومسلسلات تلفزيونية وإذاعية مختلفة. مثل ما خبرتكم بالبداية، تمتاز أعماله بالسخرية، وهذا الشيء رح نحكي فيه. بيكتب أعمال كمان إذاعية وتلفزيونية بأسلوب كوميدي شعبي، وبتصور في منكم كتير حضروا له بعض الأعمال التلفزيونية ومشاركاته ببقعة ضوء وبمرايا، في له مشاركتين ببقعة ضوء ومشاركة بمرايا. أعماله القصص عنده 22 كتاب، 25 كتاب، يعني شو بدي أعدلكم لعدلكم، لكن هلأ بقلب اللقاء ممكن نشوف كيف ممكن الواحد يحصل كتبه لحتى تقدروا تقروا له. بالأعمال الدرامية اللي اشتغلها، مسلسل تلك الأيام عن قصة لحسيب كيالي واللي بيعتبره أستاذه، مسلسل شخصيات على ورق، مسلسل البصير، مسلسل دوار القمر، ثلاثية الخلود، ثلاثية بنت عمه، ما حدا غريب، بالاشتراك مع مروان فنري وإخراج محمد إسماعيل آغا، فيلم العاشق عن قصة لأديب النحوي، وحاز الفيلم على الجائزة الذهبية بمهرجان القاهرة عام 1999. أعمال إذاعية كثيرة، شخصيات كوميدية، لا تواخذونا، مسرح رمضان الإذاعي، اختر جان سلامات تلك الأيام، وغيرون كثير. شو بدي عد لعد؟ وهلأ نحن مع خطيب بدل اليوم وحنبلش لقائنا. طمني عليك، مع الانتخابات غيرت صورة البروفايل؟ لا لا، انا بالعاده ما بغير صوره البروفايل ابدا، يعني من يوم اللي يعني اذا غيرتها ممكن اشيل صوره احط صوره احدث حتى ما غش الناس، انه لانه اذا حطيت صوره قديمه بيطلع فيها حلو وصغير وهيك، هون بغير البروفايل بس حتى فرجيهم يعني على حقيقتي نفسي. يعني هلا نحن عم غيرين صور البروفايل اليوم لانه بعد الخطاب اللي سمعناه من سيادته بعد فوزه بالانتخابات، الكل حطوا صوره ثور. هلا هو مو الكل، جزء كبير من أصدقائي. هو انا الحقيقه خلال فتره هاي الانتخابات او ما سمي الانتخابات كنت قليل التعليق، قليل المتابعه، وكنت مستاء من الناس اللي كانوا يناقشوا الموضوع بشكل جدي. هذا الرجل مو هاي الانتخابات مانا مشروعة، وجوده وجود أبوه مانو مشروع. يعني نحن لما بنقعد نناقش جزئيات إنه شو عمل ومين ترشح ضده وما بعرف إيش، هو ينجح وما ينجح، في ناس تتمسخر وناس تضحك، يعني أنا شايفة عم تطلع الأمور بايخة. يعني لأنه هو هذا الرجل مجرم، ابن مجرم، هن مختصين هو وأبوه بخط الشعب السوري، من إذا بالتحديد يعني إذا بت موعد دقيق يعني لبداية قتله للشعب بيبدأ بأواخر السبعينات، يعني بال79 وورا تحولوا هذا النظام اللي كان بالأول عم يحاول حافظ أسد يعمل شوية شرعية بالآخري، تحول لنظام مجرم علني، يعني بدأ يرتكب مجازر بالمدنيين بيد، في البداية بيد أخو رفعت وبعدين هو بيد آخرين، يعني توسعت
أجهزة القمع في سوريا، وحتى الآن كل 7 سنين بيطالعونا نغمة أنه هن بدهم يعني يمارسوا عمل ديمقراطي. يعني لما استبر أنه لما واحد دكتاتور قاتل مجرم سفاح صاحب مجازر بيعمل ديمقراطية بيطلع شيء كوميدي، يعني مثل إذا يعني جبتي شكيتي زهرة فوق مزبلة يعني وحطيتيها هيك وخليتيها تقوم بشكل بارز وظاهر. يعني أنا حقيقة هاي الانتخابات كثير كنت حتى من مدة كتبت على صفحتي إنه دكتاتورية ناشفة صلبة شاملة فيها المستبد بيبقى مدى الحياة في الحكم أقل سوءا من دكتاتورية تزين بالانتخابات، فيكون ذلك إساءة لأحد تجليات العملية الديمقراطية اللي هي الانتخابات، لأن الانتخابات لحالها ما بتعمل ديمقراطية في أي مكان في العالم، في كتير أماكن دكتاتورية بصير فيها انتخابات. يعني هلأ صور حتى إيران فيها انتخابات، ولكن هذا لا يعني أنه إيران فيها ديمقراطية، وهي حكم أصولي دكتاتوري شمولي متخلف. فالانتخابات لا تعني أنه هذا النظام يعني لديه جانب مشرق فيه اللي هو الانتخابات. وبعدين إذا واحد قتل 1,000,000 وشرد 12 مليون من أجل أن يبقى على كرسي الحكم الذي ورثه عن أبي، هل يعقل أن يدخل في معركة انتخابية حقيقية ويجعل غيره ينتصر عليه ويقول السلام عليكم ويمشي؟ هذا كلام جدا فارغ. ولذلك أنا برأيي إنه السوريين الآن إذا كانوا بيدخلوا في الإجابة عن أسئلة أخرى غير هذا السؤال، هذا نظام باقي فوق رؤوس الناس إلى ما شاء الله حتى يأتي وقت ينتهي يعني، أما الآن فيبحثوا عن أمور أخرى تفيدهم أكثر مما عندما يتحدثون عن أنه والله هذه الانتخابات ليست شرعية. يعني الأبلة كانت شرعية، الأبلة كانت شرعية، الأبلة وجود أبوه، مجيء أبوه إلى الحكم بانقلاب عسكري هل كان شرعيا حتى نقول أن هذه الانتخابات 21 ليست شرعية؟ والآن هناك يعني أناس كانوا يظنون أن الرئيس الأمريكي الجديد بده يقول له ما بصير تعمل انتخابات وطلع. ما جاي السورية مو جاي عبال لا الرئيس القبله الأمريكي القبله ولا هاد ولا أظن اللي بعده، لأنه الآن ما عندهم مشكلة اسمها سوريا، تركوا هن بالنسبة لهم. إذا كانوا الأمريكان هم أعداء الشعب السوري فعلا، وأنا لا أعتقد أن الأمريكان أعداء الشعب السوري، لماذا يكونون أعداء للشعب السوري؟ إذا كانوا أعداء للشعب السوري فعلا فما ما ما بيلاقوا أحسن من وضع أنه السوريين عم يقتلوا بعضهم، ليش لحتى هن يجوا يتدخلوا ويقتلوا هاد لصالح هاد أو يقتلوا هاد لصالح هاد؟ إنه السوريين خيو عم يقتلوا بعضهم، تركوهم يقتلوا بعضهم. ولكن السوريين لازم يجاوبوا عن هذا السؤال ويقولوا كيف نحن بدنا نطلع من هذه العملية الحالة المعقدة، إنه الأمريكان قدموا قالوا ناخذوا قانون قيصر، هاي قانون قيصر حاصرناكم النظام، منعنا دول أخرى من التواصل معه وإقامة علاقات معه، روحوا بقى أنتوا عملوا شيء. ما حدا عمل شيء، وإذا حدا عمل شيء فعملوا شيء ليس لمصلحة البلد. مع الأسف الشديد يعني من يطلق عليهم اسم معارضة الآن في سوريا؟ أصلاً سوريا طول عمرها ما فيها معارضة خارج السجون أو خارج المقابر. المعارضة في سوريا كانت على زمان حافظ أسد لها مكانان، إما السجون أو فروع الأمن يعني المعتقلات أو المقابر. فكان في سوريا لم يكن هناك معارضة، وبدأت الثورة بدأت تتشكل، أو يعني بلشوا ناس يقولوا نحن معارضة ويطلعوا يحكوا، لكن هؤلاء لنفرض أنهم يعني لهم وزن أو لهم قوة، ماذا يفعلون الآن من أجل سوريا؟ تسمعي خطابات، تسمعي هذا راح عند الدولة الفلانية وهذا راح عند الدولة العلانية وهذا التجأ لهون وهذا، ولكن ما في نتيجة.
ما في، لا يوجد قوة حقيقية موجودة على الأرض لا في سوريا ولا في بلاد اللجوء تقوم بشيء من أجل السوريين. يعني لما في ناس بيقولوا بدنا نرجع على سوريا، مثلا في ناس بيرجعوا على سوريا، بيقوموا ناس بيقولوا لا ترجعوا على سوريا. يعني واحد بده يرجع على بيته خيته، بيقول له لا ترجع على بيتك في هذا النظام المجرم إلى آخره. طيب يا أخي، إذا كان هذا الشخص قدر يرجع على بيته فعلا بطريقة ما، فأنت ضد أنه يرجع على بيته؟ طبعا النظام لا يقبل أنه الناس يرجعوا على بيتهم هكذا بأمان. يعني معروف أنه النظام دائما يعتقل الذين يعودون إلى سوريا من المطار وينكل بهم إلى آخره. ولكن هل قام فريق من المعارضين بتنظيم عمل جماعي يؤدي إلى ذهاب آمن لعدد كبير من السوريين إلى بلادهم وليس إلى الأسد؟ يعني هن ما رايحين لحتى ينصروا الأسد يا أخي، مثلا بده يروح واحد يقعد في بيته كمان. هذا يعني هدول الناس اللي مرتاحين اللي قاعدين مثلي وغيرنا، يعني اللي قاعدين في مكان دافئ ومكان مكيف وفي أكل وفي شرب وفي جوب سنتر راتب، يعني نحن ما بنقبل غيرنا يقوم بفعل ونحن ما بنعمل شيء. يعني نحن الآن حقيقة أمام حالة من الاستعصاء السياسي الكبير. هل تشكل خلال هذه العشر سنوات هيئة، هل تشكلت هيئة تعبر عن الناس الديمقراطيين الليبراليين الوطنيين المحبين لبلدهم الذين يريدون أن يشكلوا قوة تقارع الجهتين اللي عم تصارعوا على السلطة في سوريا؟ يعني نظام الأسد المجرم التاريخي الذي يريد أن يحتفظ بالسلطة، وما ظهر من تيارات إسلامية متشددة تريد السلطة ولا تريد الخير لسوريا، تريد السلطة، تريد أن تحكم، تريد أن تمارس ما مورس عليها من قمع. ولكن هناك حقيقة يوجد أناس مبعثرون هم ديمقراطيون ليبراليون وطنيون محبون لسوريا، هل قاموا بفعل شيء أو بتشكيل قوة؟ شافوا اللي قبلهم شو عملوا. هلا هو الحقيقة صارت عدة محاولات تشكيل المنبر الديمقراطي واتحاد ديمقراطيين وإلى آخره، لكن هذه كانت محكومة بالتلاشي، يعني لم تستمر، لم تتحول إلى قوة فاعلة. كانت أفكارا مدهشة يعني جميلة جدا. طب شو اللي كان بينقصها لتكون قوة فاعلة؟ لا أدري، يعني أظن أن كانت الأمراض العامة اللي عم تصيب جسد الثورة وجسد الشعب كانت عم تنتقل إلهم. يعني ممكن يكون في ناس منهم صاروا بدهم مكاسب، في ناس بدهم مناصب، في ناس بدهم إلى آخره، فكانت تحولت إلى شيء شبيه بالكيانات الأخرى التي تأسست خلال الثورة. الآن أنا أعتقد أنه لابد من أن يقوم السوريون بفعل شيء، تشكيل قوة غير القوى التي كانت ضارة بالثورة السورية. نحن حوارنا بيكون من خلال كروت، كل كرت بيحمل محور وهالمحور بيفتح أبواب، ومنشوف لوين ممكن تاخذنا الأسئلة لنتعرف عليك أكثر. بداية احنا دائما بنسأل ضيفنا بتحب نتابع مع ألقاب ولا بدون ألقاب؟ لا ما في مشكلة، يعني اسمي خطيب أو أبو مرداس اللي بتريدي. يعني أبو مرداس الشهير بأبو مرداس أبو المراديس. أنت سميت حدا من أولادك مرداس ولا من وين إجا؟ طبعا عمره صار عمره 45 35 سنة مرداس. شو يعني مرداس؟ والله هو اسم عربي يعني قديم، اسم عربي قديم، هذا هو يعني أكيد له معنى بس ما يعني ما بعرف. هذا الكرت كنا بده يسألك كان عن انتخابات الأسد، وأنت أجبت عنا إجابة جميلة جدا ووافية لما ذكرت أنه إذا حطيت وردة على مكب قمامة فبيحيلنا هذا لمرجعية أنه هل كانت هالانتخابات مسرح هزلي أم عبثي.
خصوصا بالنتيجة وخطابه اللي قاله من كم يوم. هذا الخطاب يلي كلاتنا يعني تم تحليله بشكل مكثف من الأصدقاء ومن المحللين السياسيين. وشو رأيك أنت بهالخطاب؟ يعني هو أنا بتذكر دائما كلام لصديقنا الراحل الدكتور صادق جلال العظم، قال إنه أكبر إهانة وجهت للشعب السوري حينما تمت عملية توريث بشار الأسد الحكم السوري. فأنا أعتقد هذا الرجل وجوده إهانة إلي، يعني مباشرة كل ما بشوفه أو حدا عم يحكي عنه أو اسمع له خطاب أو كذا أعتبر هذا الكلام يعني. طبعا هو متعود دائما هو على الصفصطة بالكلام، ومتعود على الاستهانة بالناس بعواطف الناس وبكرامات الناس، فليس هو لا يحارب المعارضين فقط، يعني هو لا يعارض، لا يقاتل الثوار فقط، هو يقاتل الشعب بشكل عام. يعني نعود قليلا إلى الوراء، حينما بدأ تمرد الإخوان المسلمين والطليعة المقاتلة في سنة 79 ابتداء من عملية المدفعية، حافظ أسد لم يشن، ورفعت طبعا هو ذراعه الضارب، لم يشن حربا على التنظيم المطلوب أو الذي يحاربه فقط، بل استغل هذه العملية وبدأ يرتكب مجازر بحق المدنيين السوريين. والأجهزة الأمنية لم تكن تعتقل أعضاء هذا التنظيم فقط، بل كانت تعتقل أناسا لا علاقة لهم في الموضوع، وارتكبت في حلب في ذلك الوقت مجزرتان شهيرتان الشارقة والسليمانية، جمعوا ناس مارئين في الشارع بوقت معين وحطوهن على الحيط ورشوهن وقتلوهن. إذن هذا النظام، وبشار الأسد وريث فاشل لحكم حافظ أسد، وريث مهزوز يعني شبه يعني ممسوس عقليا، يعني هذا الرجل الذي أصلا لم يكن، حتى أبوه لم يكن يهيئه ليكون رئيسا أصلا، يعني هو كان لا يعتقد به، لا يعتقد بأنه يصلح لهذا الأمر، ولكن اضطر بعد مقتل باسل لأن يوجهه بهذا الاتجاه، لأنه يعتبر سوريا ملكية وراثية له. فالخطاب يعني مثل بقية الخطابات. مين كتب له إياه برأيك؟ هو كتبه هالشتائم؟ وأنا حسب ما بعرف المستوى اللغوي الوضيع، حسب ما بعرف أنا أنه هو حتى لما بيكتبوا له خطابات هو بيترك الورقة وبيرتجل، هو رجل مولع، يعني الذين قابلوه أنا ولله الحمد يعني لم يصادف أن التقيت به، ولم يكن هناك يعني أي شيء يؤدي إلى أن ألتقي به، يعني أنا كنت بعيد عن أجواء العاصمة وإلى آخره. دائما يقولون أنه يخرج عن النص ويتحدث لأنه يحب الفزلكة، يعني أنه مرة بعد ما صارت الثورة وصار يضربوا مساجد في مآذن تبع مساجد في دير الزور، طلع هو وقال أنه صار يشرح، ترك الورقة وصار يشرح أنه نحن كعسكريين بنعرف أنه ما تضرب المئذنة إذا الإرهابي ما أنه موجود فيها، وإذا كان موجود الإرهابي فوق تضربه من تحت. يعني واحد يعني بجد يعني لولا الناس متألمين وملتان أبوهم كانوا يضحك، لازم يضحكوا على ما يقوله بشار الأسد. لماذا يضحك الناس في المآتم؟ في المآتم بهيك حالة، يعني اليوم هن بهي الحالة من الحزن وبهذا الخوف والرعب الشديد اللي عم يمارسوا عليه والقهر، وكان ما عدم الشعب السوري الحيلة بأنه يضل يتناول المواضيع بطريقة ساخرة. هو يعني بالأخير يبدو أنه عد ما بتتراكم الأمور على الإنسان ما بيبقى قدامه غير انفلت الضحك، بس بيقولوا عن هذا النوع من الضحك هو ضحك الهستيري، أو كما قال المتنبي إنه ضحك كالبكاء، يعني أو كما قال شاعر محمد شيخ علي هذا مقلوب البكاء، يعني أنا بجي لأبكي فما بشوف حالي إلا فلتت بالضحك، يعني لأنه ولكن أتمنى أن يأتي يوم بعد، يعني بعد ما أنا اتيسر، الله يعطيك طول العمر،
كان حسيب خيالي يقول إذا واحد بده يموت يقول توكل، يعني بعد ما أتوكل أنا، توكل على الله ومات، يعني هيك بيقصد. يعني بعد ما أتوكل إن شاء الله بعشرة بعشرين 30 سنة ما بعرف شقد، إن شاء الله بيجي يوم والشعب السوري بيضحك مثل بقية الشعوب بدون ما يكون متألم. يعني أتمنى ذلك، ولكن هذا في إطار الأمنية طبعا، يعني بعيدة لأنه كثير، لا بعيدة كثير. لا ماني شايف، أنا ماني شايف أي أفق بوصل ليوم أنه سوريا، لأنه الأسد موجود والتخلف موجود والفقر هلأ بلش اكتسح الطبقة الوسطى في سوريا الفقر وأهبط للأرض، ولم يبقى من الطبقة يعني البرجوازية إلا البرجوازية الطفيلية اللي هن بياخدوا مكاسب من الأسد مقابل قتلهم لأكبر قدر ممكن من أبناء الشعب السوري. يعني الآن الذين يصنعون ثروات كبيرة في سوريا وينقلون أرصدتهم إلى خارج سوريا هم الذين يقتلون أكبر كمية ممكن من أبناء الشعب السوري ويعذبون أكبر عدد من المعتقلين. عدد كبير من المعتقلين لا يعلم عدده أحد قتلوا تحت التعذيب. يعني الذين نجوا من معتقلات الأسد دائما يعني يخبرون أو إنه الذي عدد الذي قتل أكبر بكثير من العدد الذي يمكن أن يتخيله الإنسان. هؤلاء الذين يقتلون الناس تحت التعذيب في المعتقلات السورية، هؤلاء يعطون ما يشاؤون من خيرات الشعب السوري. خذ إيدك إلك، يعني مثل ما بيقولوا أو مثل ما بيقول شيخ إمام لما بخاطب الدكتاتور بيقول له اطلق كلابك في الشوارع. يعني الحقيقة الحال في سوريا هو إطلاق كلاب الأسد في الشوارع. في كتاب المقفع بباب بكليلة ودمنة بباب الأسد والثور، من الذي يضحك أخيرا برأيك بما أنه كلاب كمان؟ والله هلأ حتى الآن يعني هو ما في حدا عم يضحك، لأنه الأسد اللي صار فيه بعد 2011 يعني لازم يخليه يبكي ليل النهار، يعني لأنه اضطر هو بتوجيهات من وخاصة من إيران يعني ومن حزب الله أنه لا تعمل إصلاح ولا تراضي أحد، الحل الوحيد لهؤلاء الناس قتلهم وتشريدهم وتهجيرهم من بيوتهم، هذا هو الحل اللي اتبعه. ولكن هو لن يضحك في الأخير، وهو يعني سيصل إلى نهاية مؤكد أنها ليست سارة. ولكن الحقيقة أنه الدولة التي العصابة دولة العصابة التي بناها حافظ أسد وأسس لها وأراد لها أن تستمر استمرت، يعني بعد وفاة حافظ أسد 21 سنة حتى الآن ما تزال هذه العصابة مستمرة وما تزال تقتل الناس وما تزال تشرد وما تزال تنهب خيرات الناس وما تزال تجبر الناس على السير في الشوارع والهتاف بحياة القاتل. أعتقد أنه أحمد شوقي كتب في إحدى مسرحياته انظر الشعب إينونو كيف يوحون إليه، ملأ الجو هتافا بحياة قاتلي. يعني الشعب بيطلع بيهتف للقاتلين تبعه، وهذا يحصل في سوريا يوميا. يعني قبل أيام في حلب مستشفى الرازي ومستشفى الجامعة شهد هذان المستشفيان عددا كبيرا من الجرحى الذين أصيبوا بطلقات نارية عندما كانوا يحتفلون بفوز بشار الأسد بالانتخابات، وأحدهم اسمه يحيى ناصر عمره 20 سنة قتل أثناء طلقة طائشة يعني من الذين الفرحانين بهذا الرجل. أنتم فرحانين على إيش؟ يعني هل هذا الرجل حقيقة كان يمكن أن يسقط في الانتخابات ونجح؟ لماذا تفرحون أصلا؟ لماذا تخرج؟ هل الذين انتخبوه هم الذين انتخبوه فعلا؟ يعني عدد الذين انتخبوا
بشار الأسد في كل مرة، وهذه المرة أكثر، هم أكثر بكثير من الذين انتخبوا في الواقع أو الذين ذهبوا أصلا إلى مراكز الاقتراع. يعني مأساة، هذه مأساة ليست مضحكة ولكنها يعني يمكن أن واحد يضحك غصب عنه وليس بطيبه، يعني أنه لم يعرف أنه ناس عم يطلقوا النار احتفالا ببشار الأسد بحلب، وحلب أكبر مدينة أقيمت بها مجازر على يد بشار الأسد ووالده، أكبر مدينة في كل سوريا، يعني حتى أكثر من حماة، قتل فيها ناس على يد حافظ أسد وأبنه. في سنة 1980 من يمشي في شوارع حلب يرى أنه يعيش في مدينة محتلة حقيقة. مدينة حلب في سنة 1980 خلال السنتين اللي أعقبوا عملية المدفعية، بتمشي في حلب بتلاقي الدبابات والخوز والبواريد، وكل ثانية أو دقيقة بتسمع إطلاق نار وناس عم تركض وجثث عم تتلقى في توقع في الأرض. هاي حلب الآن يجبر فيها الناس. طبعا أنا أنزه السوريين كلهم على أنهم لا يمكن أن يخرجوا احتفالا بحافظ أسد أو بشار الأسد من تلقاء أنفسهم إلا بعض الحسالات المنتفعين. هؤلاء الحسالات المنتفعون فعلا هدول مالهم، لأنه هن عم يخوضوا معركة مصير. لما هن بيحتفلوا ببشار الأسد بيحتفلوا من قلبهم من جوا، لأنه وجود بشار الأسد هم وجودهم مرتبط بوجوده. هزيمة بشار الأسد تعني هزيمة لهم، ولذلك هدول ليسوا خارج التقييم. ولكن أنا أنزه أي سوري عايش في سوريا أنه يطلع من تلقاء نفسه ينتخب بشار الأسد أو يحتفل فيه. أكيد هنشوف الكرت اللي بعده، وهاد فيه مجموعة أسئلة لنتعرف على شخصيتك بشكل مقرب ونحط المجهر بقى ونبلش نفصفص بخطيب بدلة. هأسألك شو هو كابوسك المستمر؟ إيش؟ كابوسك المستمر. والله أنا من 10 سنين إلى الآن بشكل شبه يومي تقريباً بشوف منام أنه أنا موجود في حلب أو في إدلب أو في منطقة تحت سيطرة النظام، وبيلتبس علي الأمر في المنام أنه هل أنا موجود هون ونظام الأسد راضي عني؟ وما معقول يكون راضي عني أنه أنا أنه يخليني أمشي في الشوارع وأركب بواصلات عامة، وبصير بآخر الكابوس أو المنام بكون عم فكر كيف بدي أطلع من أين مكان. لأنه لما كنا في الثورة في سنة 2011 ولما أنا عرفت حالي أنه صرت مطلوب من الأمن العسكري بالضبط، يعني بشهر آب 31 آب 2011 أنا نزل اسمي في قوائم المطلوبين، وفي حدا سرب هاي القوائم شفناها. فكنت أطلع من إدلب من أماكن معصرة زيتون، من طريق ما في عليه دوريات، وأحياناً كنت أعمل تطليع على آخر الطريق اللي بتطلع منه إذا في دورية أرجع أروح على غيره وهكذا. وبعدين لما صرت طلعت من إدلب بعد ما احتلت، أو أنا طلعت قبل ما احتلت الجيش بيومين أو ثلاثة، لأنه لما كنا فيها صرنا نعيش حالة أمان لأنه الثوار سيطروا على 3/4 إدلب أو على 80% من إدلب، وبقي بس المربع الأمني تحت سيطرة النظام. فأنا كنت نام في البيت وماني خايف لأنه ما قريبين مني. يعني لما قبل ما يدخل الجيش على إدلب بسنة 2012 بشهر آذار، قبل ما يجي بيومين أنا طلعت من إدلب بشكل نهائي، رحت على عمارة النصرين. بعدها صرت أحياناً أنزل على حلب، كان نزول على حلب عملية معقدة جداً، مثل اللي كوابيس اللي بشوفه أنه إذا رحت من هون في دورية ما رحت من هون في دورية. فكنا نروح على طريق كتير اسمه غريب، اسمه طريق هوتة عنجارة عرب فطومة، بعدين ندخل على حلب الجديدة
ندخل من تحت الجسر في طريق تراب وندخل منه، وبعدين نصير جوات حلب ونتنقل بحذر شديد ضمن المناطق اللي فيها ممكن يكون فيها دوريات أو حواجز أمنية. هذا الشيء استمر معي حتى الآن، ولكن ما بيشكل لي إزعاج يعني أنا في يعني بعرف حالي أنه عم بشوف شغلة غير واقعية، يعني لأنه أنا مستحيل أنا أكون يوما ما بوجود هدول الطغمة أنه أنا أكون في سوريا، مستحيل. عشو بتندم؟ هلأ أنا ما بحسن إلك أنا ندمت لأنه طلعت بالثورة، يعني الحقيقة لأنه الثورة شيء كان لابد منه، أنا كنت مقتنع فيها وطلعت فيها دغري مباشرة يعني، لكن بندم على الشيء اللي صار بعدين. يعني كتير كتير كان مسار غير المسار اللي أنا بحبه قلبي، يعني أنا كنت لما طلعت بالثورة راسم بمخيلتي صورة وردية للتغيير اللي رح يحصل من خلال الثورة، لكن ما صارت صورة وردية، يعني صارت كوابيس دموية، والناس اللي خبصوا بالثورة وأساؤولها كتير كتيرين يعني، وأنا بسميهم بالاسم، يعني هن الجماعات الإسلامية، الجماعات الإسلامية الأساؤوا للثورة وللشعب السوري، ولا يعني حتى لو اعتذروا للشعب السوري أنا أعتقد أنه ما هو كافي، مع أنه هن ما بيعتذروا لأنه هن ما بيعتبروا حالهم غلطاني. هاي المشكلة، أنه هن مو معتبرين أنفسهم أنه هن غلطاني، أنه هن صح، وأنه هن لازم ياخذوا السلطة ويحكموا حكم طائفي، يعني هو يمثل الحالة العكسية للحكم الطائفي اللي عمله حافظ أسد. يعني بدل ما هاي الطائفة تحكم، هاي الطائفة تحكم، يسقط حافظ أسد يعيش صدام حسين، يعني عرفت شلون؟ هذا كان من أسوأ الكوابيس الحقيقية، ليست اللي بنشوفها في المنام، اللي حصلت في الثورة، يعني التنظيمات اللي تفرعت عن واللي ارتكبت في حق الشعب السوري نفسه، لما في مناطق صارت تحت سيطرتهم عملوا سجون وعملوا مخابرات وعملوا، طبعا لا أحد يقارن إجرامه بإجرام النظام، أنا لا أقارنهم، يعني إجرام النظام إجرام عصابة دولة كاملة، يعني عصابة تمتلك دولة تقوم بعملية الإجرام المنظمة الممنهجة، ولكن هم المفروض. لما كنا في الثورة أحكي لك شغلة، لما كنا في الثورة لما جيت أنا على معرض مصري، اللي كانوا ثوار على الأرض في معرض مصري كانوا في خلافات بيناتهم حول الزعامة، حول زعامة البلد يعني. لكن لما أنا جيت ما بعرف كيف بلشوا كلهم يقولوا أنه نسلم خطيب رئاسة مجلس الثورة، مجلس قيادة الثورة، فأنا استلمت فعلا رئيس مجلس قيادة الثورة في معارض مصري لفترة من الزمان. أنا خلال هاي الفترة صرنا نوصل المازوت للناس على بيوتهم وبدون ما ناخذ منهم أي شيء مقابل ذلك، كنا نتدخل يعني يعرضوا علينا مشاكل عائلية أو مشاكل إلى علاقة بالخدمات، كنا نحاول نأمن مصاري للمتقاعدين إنه يقبضوا رواتبهم حتى يقدروا يعيشوا. كان أي واحد يرتكب خطأ ويجيبوه لعنا كنا نسامحه، يعني نقول له أنه هيك ما بصير لأن احنا في حالة يعني ثورة، والبلد في حالة ثورة، والناس لازم يعني لازم تكون إيد وحدة، ونكون نعطي مثال للآخرين اللي مترددين ما بطلعوا بثورة بشوفونا كويسين. صرنا نعبد شوارع، لكن بعد فترة صرنا نشوف ناس عم بتخطف، ناس عم تسرق مازوت، ناس يعني صارت اختلف الحقيقة، اختلف الشيء النموذج اللي كنا عم نسعى له. يعني في الصراع اللي صار بين مع كفرية والفوعة كنت أنا أحاول أنه ما يفلت هذا الخلاف ويتحول إلى
خلاف عميق أو لشيء مخيف. يعني كنت كتير خايف من هذا الأمر، ولكن أنا لا أستطيع أن أفعل شيء وحدي. يعني كان في معي كم واحد، وكنا إذا صار خطف واحد نرجعه لأهله، وكنا إذا هن بعدين هن صاروا أهل الفوعة صاروا يخطفوا هن ردا على ما تعرض له بعضهم من، طبعا هن مع النظام قولا واحدا، يعني من عدا كم واحد فيهم صاروا مع الثورة، الباقي هن كانوا مع النظام. يعني هذا شيء لا يد لنا فيه يعني، ولكن مع ذلك كنت أنا أحاول أن أحقن دماء الناس وأن لا تتحول هذه إلى أزمة تفيد النظام. في المحصلة أصبح النظام هو صار يطرح فكرة أنه أنا كنت حاميه لهذول الناس، أنتم ما بتحمون، المفروض نحن نحميهم. يعني لو استرسلت شوي أنا، يعني أنا كنت أخذ لهم خبز بسيارتي وصلهم على مفرق كفرية، ويجي واحد من عنده أعطيه الخبز لهم سيارتي لسيارته ويروحوا، وأنا كنت روح زورهم في بيوتهم. لما بلشت الخلافات تكبر ويصير في، حتى في صار عمليات خطف بين بنش والفوعة وبين معارة مصريين والفوعة وبين إلى آخره، فأنا كنت أحصل مختطفين من هون ومختطفين رجع لهوني، وكنت أنا أستقبل عندهم، يعني علما أنه كلهم بيعرفوني أنه أنا من قيادة الثوار. يعني أنا مو ثوري وهيك عابر، وأنا من قيادة الثوار، وأنا يعني كان لي اسم في البلد من خلال الكتابة مثل ما بتعرف، يعني جزء اسم صغير ولكن بيعرفوني، قسم كبير منهم بيعرفوني، من اللي بيهتمين يعني، من اللي بيتابعوا، من اللي يحضروا أمسيات، من اللي بيقرأوا كتب إلى آخره. فكانوا يعني كان وضع هيك، ولكن هذا الوضع بلشت جهات معينة تنفخ في هذه النار وتصب عليها بنزين. يعني معروف أنه في صراع يعود إلى سنة 1979 بدأ، اسمه صراع سني شيعي. هذا الصراع تطور كثيرا بعد اختراع الفضائيات، بعد اختراع الفضائيات، هذه جريمة يجب أن تعاقب عليها إدارات الأقمار الصناعية كلها، التي كانت تسمح بإقامة فضائيات شيعية أو سنية تبث الكراهية، ولكن هذا الأمر لم يحصل، فبدأت هذه الفضائيات تبث سموم يوميا على مدار 24 ساعة، على مدار عدد كبير من المحطات، شيء يبث الكراهية ضد الشيعة وشيء يبث الكراهية ضد السنة. هذه الكراهية التي استمرت أكثر من 20 سنة تقريبا في ذلك الوقت، خلال 20 سنة هذا الشيء لم نستطع منع تطوره في، وبقيت الأمور على هذا المنوال، حتى حصل ما حصل، هجر أناس من النظام، هجر أناسا من ريف دمشق، عدد كبير من الناس ومن حمص ومن مختلف المناطق كان يجبرهم على الرحيل، مدنيين مع مقاتلين، يعني ما هو ما كان يميز، يعني طلعوا ركبوهم باصات جيبوني فرغوهم بإدلب، يعني صارت إدلب هي مكان لتفريغ المهجرين. وبعدين تطورت الأمور طبعا إلى أنه تهجروا أهل الفوعة وكفرية. أنا بقول مع الأسف يعني ما لازم المسيحيين في إدلب يصير فيهم مثل ما صار، ما لازم الشيعة يطلعوا، لأنه الثورة إذا بتاخدي بقى السياق العام سيسجل التاريخ في التاريخ أنه هجروا. يعني هل نستطيع، طبعا حوصروا فترة طويلة. التهجير ما كان بس ديني يعني وطوائف، كمان عرقي، يعني الكراد تهجر معلوم طبعا، مو بس هيك، يعني هو لما بتقوم ثورة في أي مكان في العالم، لما بتقوم ثورة وتستطيع هذه الثورة تغيير النظام الذي قامت ضده دون
أن تتعرض إلى كل هذا الضرب والقتل والتهجير والتشريد إلى آخره تحقق أهدافها بسهولة، أو يعني ليس بسهولة ولكن تحقق أهدافها وتنتقل. يعني الثورة الفرنسية من الإقطاع إلى البرجوازية انتقلت، يعني انتقلت، استطاعت أن تحقق ذلك بعد كثير من الضحايا بدون شك يعني. ولكن الثورة السورية استنقعت بسبب طول الزمن، أولا بسبب كثرة الأيدي التي تعبث بها، بسبب الأجندات التي تصارعت في سوريا، بسبب الأطماع الإيرانية الحقيرة جدا يعني التي ما تزال مستمرة، والتي تريد أن تتحول سوريا إلى دولة تابعة مثل ما فعلت مع العراق وإلى حد ما اليمن. هذه الأطماع الإيرانية، وطبعا سيقابلها شيء طبيعي يعني رد فعل سني، هذا هي فارسية رد فعل عربي إلى آخره. يعني نحن تحولت الحالة في سوريا إلى أثنيات، يعني لم تعد ثورة ضد نظام مستبد، ثورة شعب ضد نظام مستبد، هذا لم يعد موجودا. يعني ربما في بداية الثورة كانت ثورة شعب ضد نظام مستبد، ولكن حصل الذي حصل مع الأسف. خلينا نتعرف عليك أكثر وأسألك كيف قدرت توازن بين روح الفكاهة عندك وبين العمل السياسي؟ هلأ إذا بدك الصحيح، الناس اللي بلشوا يطالبوا بالتغيير في سوريا من سنة 2000، خلينا نقول من وقت اللي إجا بشار على السلطة، هن مثقفين أكثر منهم سياسيين. يعني إذا بتاخدي مثلا تستعرضي أسماء اللي وقعوا بيان 99 في سنة 2001 بعتقد أو 2000، بتلاقي مخرج سينما، مخرج تلفزيون، كاتب، مفكر إلى آخره. إذن هذا كما ذكرت أنا قبل قليل أو في جواب على سؤال سابق، يعني أنه المعارضة في سوريا بشكل واضح وصريح لا يوجد، لم يكن يوجد شيء اسمه معارضة سورية، لأن النظام ديكتاتوري. يعني المعارضة في بريطانيا سخرت من النظام وسخرت من المعارضة وسخرت من المشاهد، كل المشهد السياسي والاجتماعي بكل ما كتبت وبكل ما ذكرت، لكن كيف قدرت توازن أن تكون رجل سياسي عم يشتغل مع بالثورة كقائد بمرحلة معينة ومشارك بالائتلاف في مرحلة أخرى، وبين أنك تضلك تشوف المشهد بشكل ساخر؟ لا أنا ما عم شوفه بشكل ساخر، يعني بصراحة أنا عم شوف المشهد بشكل أنا متألم. يعني لا يعني أنه أنا أصح من غيري، يعني حتى ما حدا يفهم من كلامي أنه أنا انتقدت هدول، أنه أنا الوحيد اللي بفهم، يعني هذا لازم بهالحالة أسخر من حالي. يعني لا أفكر بهذا الشكل، ولكن طبعا فمرة سخرت من نفسي في إحدى الصحف، فقال لي واحد يعني أصدق أنه الثورة كلها ما كويسة؟ قلت له ما أصدق، أنا أقول أنا غلطت في يوم من الأيام بمرحلة معينة يعني، ولكن هذا لا يعني أنه طبعا أنا لازم أغلط. عرفتي ليش؟ لأنه نحن لا متعودين أصلا على الثورات، ولا متعودين على الانقلاب، على التغيير، ولا أننا متعودين على النضال السلمي، ولا ما أننا متعودين على شيء. فوجئنا بالشعب السوري لما نقام وانتفض، عرفت شلون؟ فوجئنا فيه، يعني أنه حطنا أمام مسؤولية كبيرة. يعني نحن مثقفين أول خطيب بدلي، أنا بعتبر غلطي أنه لما كنت في بدايات الثورة وفي الائتلاف كنت ميال لشيء اسمه الجيش الحر، مؤيد هذا الجيش الحر، يعني اللي بعتبره معتدل، وبعدين اكتشفت أنه ما كتير بيختلف عن غيره. يعني هو بالبداية كان معتدل لكن تمت أدلجته مع الوقت. هلا هو معتدل لكن تعرض لضربات قوية من قبل
داعش والنصرة والآخرين يعني المتشددين، ضربات قوية تقريبا قضت على قسم كبير منه، صفى شرازة يعني لم يعد. برجع بقول أنا بعد كل هاي السنين إنه هل كان فعلا، هذا سؤال مو أنا بدي جاوبه عليه، أنا بيطرحه، هل كان انشقاق بعض الناس عن الجيش السوري هو عمل صائب؟ هلا أنا لازم نسأل منوجه هذا السؤال للمتابعين والمشاهدين هل هو ونشوف شو كان عمل حيقولوا. صائب فعلا؟ هل هو عمل صائب؟ هل أدى إلى شيء مفيد؟ هلا الآن وينه الشيء المفيد اللي قدم له؟ هل نعتبر خروج محافظة إدلب وريف حلب وبعض ريف حماة عن سيطرة نظام عمل مفيد للثورة؟ هل ننظر إلى سلطة الأمر الواقع الآن الموجودة في هذه المناطق، سلطة الأمر الواقع اللي هي جبهة نصرة وتحرير الشام إلى آخره، هل هي شيء مفيد كان للثورة؟ هذه الأسئلة يجب أن تسأل، يجب أن تسأل. يعني ما بنحسن نقول بشكل أو بآخر إنه هذا الشيء أدى إلى تقسيم للبلاد، وإلى متى هذا التقسيم سيستمر؟ الذين يتحدثون عن وحدة سوريا أرضا وشعبا، هيك الشعار بيقول، وين هاي الوحدة؟ ذكرت بأحد البوستات على الفيسبوك إنه زمان قسموا سوريا، اليوم عم بفتفتوها، تم انفتتوها ايه بسنت، انا كتبت انه في سنه 1916 سايكس بيكو، سايكس بيكو من 100 سنه يعني تقريبا، معهد سايكس بيكو قسمت المنطقه بعد خروج العثمانيين. العثمانيين خرجوا من سوريا بشكل نهائي في شهر 10 1918، انهزموا، طلعوا آخر شيء من حلب إلى الحدود التركية في هذا الوقت، وبدأت معاهدة سايكس بيكو تحل على الأرض. أول شيء إجا حسين ابن علي ابن شريف مكي، علي ابنه الأمير فيصل، إجا على سوريا وبده يعمل فيها مملكة تطبيقاً لمراسلات حسين مكماهون، يعني والده مع وزير الخارجية البريطاني، تمام؟ هلأ ما كان بيعرف لا حسين ولا ابنه انه الانجليز نفسهم كانوا متفقين مع الفرنسيين على تقسيم المنطقة الى مناطق نفوذ، وانه سوريا من حصة فرنسا، كانت فرنسا مستقرة على الشاطئ على السواحل السورية، كانت أخذ السواحل السورية، لكن بموجب المعاهدة سايكس بيكو صارت سوريا الداخل إلها كمان، حلب ودمشق وبقية المناطق. هذا الشيء تحول إلى أمر واقع في 23 تموز يوليو 1920 حينما جاء الجنرال غورو إلى دمشق حتى يحتلها، ويطالع شريف حسين الملك فيصل ابن الحسين من سوريا، مع أنه الملك فيصل ابن الحسين أعلن سوريا مملكة في 8 آذار 1920، يعني قبل ما يصير الهجوم الفرنسي أعلن مملكة، يعني تطبق بعد ما قعد فترة. ماذا لم يعلن حافظ الأسد وخليفته بشار الأسد سوريا مملكة؟ هلا هن ما بيقدروا يعملوها مملكه، لانه هن احتلوها وهي جمهوريه، يعني حافظ اسد اخذها وهي جمهوريه وما فارقه معه يعني انه يحولها لمملكه، لانه امر صعب كان بالنسبه له دستوريا، يعني او مزاج الشعب السوري غير قابل بعد ما صارت سوريا جمهوريه من ايام الفرنسيين. طبعا الفرنسيين حاولوا يصنعوا نموذج جمهورية سوريا غرار جمهوريتهم هن، لأنه هن نظامهم جمهوري، فطبعاً ألغوا المملكة اللي أعلنها فيصل بثماني آذار يعني 1920. أنا المهم أقول يعني سائل حافظ الأسد والبشار الأسد على رأي الشعب قبل ولا ما قبل إذا بده يعلنها مملكة يعلنوها؟ هو ما نسائل
يعني في فترة من الفترات. يعني مثلا لما حافظ أسد طالع دستور بعد ما استلم الحكم، طالع دستور ما فيه دين رئيس الجمهورية الإسلام، هاي شالة من الدستور، وطلع الدستور، فطلعت مظاهرات في حماة وحلب وحمص، وفي مشايخ لبسوا الأكفان وطلعوا على احتجاجا على الدستور. فحافظ أسد طبعا مخابراته قتلتهم لهدول، قتلوهم بأرضهم، ولكن في نفس الوقت راح وأعلن بخطاب له أنه أنا وجهت الآن إضافة بند أنه رئيس الجمهورية الإسلام. فطلعوا الشبيحة تبعه والمؤيدين تبعه وكذا يهتفوا باسمه أنه هو اللي أضاف وليس اللي كتب الدستور. طبعا اللي كتب الدستور ما حطوا هاي الفقرة فيه بناء على طلبه، لأنه ما معتبرينه هن هدول المشايخ اللي لبسوا الأكفان، ما معتبرينه مسلم، يعني هو من طائفة إسلامية ولكن يعني تقييماتها ليست مثل ما بدهم، يعني هن بيعتبروا المسلم هو السني، يعني هيك. وهلأ صاروا يصفقوا له، شو تغير؟ هلا أنا يعني هلأ هو الزلمة لما دخل على سوريا بسنة 1970 بالدبابات طبعا وبالانقلاب العسكري على زملائه في حركة 23 شباط اللي هو كان جزء فيها، لما عمل الانقلاب حط في ذهنه انه اذا تبقى في سوريا وتستمر فترة طويلة بدك تعمل مؤسسات قمع للشعب. فهي المؤسسات كانت عم تتطور، يعني كانت شغالة، عرفت كيف؟ وبدليل انه لما طلعوا المظاهرات قتلهم، يعني ما في عندهم هن الاجهزه. اختلفنا على القمع، بس السؤال اليوم، يوما ما مشايخ سوريا لبست اكفان فقط لانه ما ذكر دين رئيس الدوله. مشايخ سوريا اليوم تطبل وتزمر وتمدح، يعني هن قطيع مداحين لبشار الاسد. بدك تعرفي ليش؟ طبعا صار تغيرات كبيره، يعني في سنه 1979 لسنه 1983، بهالفتره هاي بدا تغيير جذري في طبيعه النظام السوري. هذا التغيير مشي على اتجاهين: قمع شديد يقود رفعت الاسد، يترافق مع حالة إعلامية يقودها أحمد اسكندر أحمد وزير الإعلام، أنه لازم بقى يتم التركيز على شخصية حافظ الأسد، وخاصة بعد ما طلع رفعت، يعني صار أزمة بين حافظ ورفعت في سنة 1983، واثنيناتهم أداروا سبطانات المدافع والدبابات على دمشق، وكانت رح تصير مجزرة كبيرة في دمشق في ذاك الوقت. انحلت بطريقة ما معروفة، يعني الطريقة اللي انحلت فيها، يعني ما نهلك صددها، بخروج رفعت أخذ كل ما في البنك المركزي من نقود، واستدنوا كمان من ليبيا، وفوق شي 200 مليون دولار من ليبيا، وكل ما في حوزة البنك المركزي من نقود، ولم تكن نقودا قليلة، لأنه حافظ أسد كانت تجي مساعدات من دول الخليج من سنة 73 لعند 1980 تقريبا، وغير المساعدات اللي كانت تجي لأجل الفلسطينيين، غير طبعا هو المهم أنه هو شال، قال له خلي كنس بالمكنسة، خزينة البنك المركزي ياخدها بالمكنسة يكنسها ويعبيها بالشوالات، وياخد تبعوت عمه معمر، لأنه هدول الدكتاتوريين بيحنوا على بعضهم، يعني أنه معمر قذافي أنا دكتاتور وأنت دكتاتور، ولا أنت بأزمة أنا بساعدك. فالمهم شالوا وطلع هذا الدكتاتور القذر رفعت من سوريا. هلأ بعد هاي الفترة تم التركيز أكثر على عبادة حافظ أسد. أنا أستخدم كلمة عبادة في شيء مصطلح اسمه عبادة الفرد. هلأ عبادة الفرد على زمان عبد الناصر كان فيها جانب اختياري، يعني كان في كتير ناس يحبوه فعلا
لجمال عبد الناصر، ولم ما يكن زالوا لليوم دكتاتورا مثل مؤثرين. حافظ أسدي. يعني في بعض بقايا، هلا هو زلمه يعني بعد ما يموت الدكتاتور شو بدك تحبي فيه يعني، صار يعني جوا. لهلا لهم الداحية. ولكن لا اي طبعا طبعا في ناس هدول ناصريين بالوراثه يعني، يعني خلاص صاروا ناصريين بالوراثه، بس هدول مع الزمن يعني ما بعتقد انه راح يستمروا، لانه شو بدي استفيد من عبد الناصر الميت يعني، يعني هلا ولا هو صاحب نظريه مثل ماركس لنعتقد نعتنق نظريته، ولا هو نبي حتى نعتنق ديانته. واحد وجد ضمن فتره من 52 لسنه 70 18 سنه له اخطاء وله مزايا، وانه كان يقولوا نظيف اليد وكان رايق بيقعد مع الناس يمزح معهم، يعني شخصيه كاريزما، وكان يخطب كويس وعنده مقدره على كان السيطره. سبب رئيسي بما وصلنا إليه اليوم يعني. هلا هن هو ليش صار سبب رئيسي؟ عم بقول لك هو كان عبد الناصر في ناس تحبه فعلا وعددهم كبير جدا ضمن مصر وخارج مصر. النموذج كيف صار ضار بالنسبه لنا؟ هو صار بالنسبه لنا ضار انه صاروا بقى يجوا قاده مثل صدام حسين وحافظ اسد ومعمر قذافي بدهم يعملوا نسخ تايوانيه من من عند علي إكسبريس. وعلي عبد الله صالح، ايوه، يعملوا نسخ تايوانيه انه نحن بحبونا الجماهير والى اخره، لكن بما انه الجماهير ما بتحبنا فبحبونا غصب عنهم. هلا جماهير حافظ اسد اللي كان يعني عنده نزوع طائفي علوي وكان ضد السنه السوريين ما ممكن يصيروا جماهير الا بالقوه. جماهير صدام حسين اللي هو سني والأكثرية عندهم شيعة وما بيحبوه وكان مستبد كمان بالقوة بيحبوه، والقذافي على كل يوم كل دقيقة شكل يعني مثل ما بتعرفي بده يعمل زعيم عربي وإلى آخره، والله يعين العرب اللي هذا بيقول لك هذا زعيم الأمة العربية وهذاك زعيم الأمة العربية وهذاك زعيم الأمة العربية. انت ما انك قادر تكون زعيم حقيقي لضيعتين في سوريا ولا ضيعتين في العراق، ما ممكن تكون زعيم حقيقي فعلا، انه الناس انك تمشي انت بدون حرس في اي ضيعه في سوريا او في العراق او في ليبيا، تمشي بدون حرس ومرافقه قبل ما ينظفوا لك الشوارع والاصحاء وما بعرف ايش، اذا كان ما بتحسن اذا ما انك زعيم انت يعني. حقيقه جمال عبد الناصر كان يمشي ما يخاف يعني في مصر ما يخاف يعني، مين بده يعتقله، مين بده يقتله، مين بده يضرب عليه الرصاص، يعني رجل فعلا كان له شعبيه، ولكن هدول الناس تحولوا. هل تغير الزمن بعد اغتيال السادات؟ يعني هلا بنجي بقى لسؤالك عن المشايخ، هذا كثير مهم. صح، رجعنا. انه المشايخ بعد فتره بدايه الثمانينات وبعد فاخذوا طلع بسنه 1980 قانون اللي هو قانون شو شد رقمه لعام 80 قانون 40 اللي بيحكم على الإخوان المسلمين بالإعدام، طلع في سنة 1980. هذا القانون اتخذه حافظ أسد نظام وسلاح لسحب أي واحد شافوه عم يصلي وشافوه متدين شوي بياخذوه على تدمر بزتوه 15 16 سنه او بيعدموه في تدمر. هذا العمل سحب عشرات الالوف من الناس بموجب قانون اللي صدر في سنه 1980، يمكن قانون 40 رقمه نسيت رقمه، الى تدمر والتنكيل فيهم وجعلهم يتمنون الموت، ولا أحد يعرف متى سيخرجون، بيعرف كل واحد بيعرفه أهله إمتى أخذوه. استوقفت الدكتور بلاء السراج حكى عن هذا الموضوع يعني لأنه عاش التجربة ذاته. صحيح، أمس أنا قريت كتاب محمد برو ناجم من المقصلة وكتاب مهم جدا بيحكي عن سجن تدمر، يعني هو كسجين متهم بأنه إسلامي وهو مثله كثيرين، اتهم بسيطة مضوا فيها سنوات طويلة هني في التدمر. إذن الآن هون في هاي العملية انقسم المشايخ إلى قسمين، قسم في السجن وأعدموا
إما في السجن أو أعدموا، الأكثرية أعدموا، والقسم الآخر كانوا بين خيارين، إما يقعد عائل ويقعد في بيته، أو يتحول إلى مثل هدول اللي الشبيحة طبعا، يعني بيتمسح بالسلطة وبيصير له اسم وبيصير محبوب، بيصير بيسمحوا له يعمل جمعيات، بيسمحوا له يجمع مصاري، بيسمحوا له يعني بيصير له قيمة، ولكن ايه قيمته؟ منين بتجي؟ قيمته بتجي من خلال ولائه لحافظ أسد. إذا بيخربط بشعره بينسحب وبيروح. ولذلك تأسست بعد هاي الفترة زعامات دينية تقليدية معروفة، بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان معروفين، يعني ما في داعي لذكر أسماء، والباقي بالسجون أو بالمقابر. بالك مع رئيفة المصري.